السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من ملف النزاعات العشائرية. عادت النزاعات العشائرية المسلحة ضمن ما يعرف بالدقات العشائرية في مدينة البصرة جنوب العراق بوتيرة متصاعدة بعد أشهر من انحسارها وتراجعها عقب استضافة المدينة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم مطلع العام الحالي. وتشهد البصرة مؤخرا معارك مسلحة بين عشائر متنازعة وفي أكثر من منطقة، وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي مصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات ورصاصا كثيفا في سماء منطقة الهارثة في محافظة البصرة. لنشاهد. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. كانت حكومة بغداد في وقت سابق قد صنفت الدقات العشائرية والنزاعات المسلحة بين العشائر من الجرائم الإرهابية، مشددة على ضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم، وذلك بحسب ما جاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى في البلاد الذي أوضح أن المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر في عام 2005 تنص على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أيا كانت بواعثه يعد من الأفعال الإرهابية، إلا أن هذا القانون بقي حبرا على ورق، خاصة في مدينة البصرة التي تعاني من صراع الميليشيات المتنفذة على مواردها، والتي عادة ما تدفع المحسوبين عليها للقيام بالنزاعات والدقات العشائرية على خلفيات النزاع على هذا العقد أو تلك المناقصة، كما حدث يوم أمس حينما نفذ مسلحون يستقلون سيارة هجوما مسلحا على مقاول في محافظة البصرة بعد حصوله على مناقصة، ما أغاض الطرف الآخر الذي كان يحاول الحصول عليها. لنشاهد. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. ثامر يقول: أين الشرطة؟ وأين الأجهزة الأمنية؟ وأين دور الحكومة؟ قصي البدري يقول: حالها حال المكسيك، البرازيل، مافيات مدفوعة. أبو طارق يقول: نشكر حكومة البصرة على توفيرها الأمن والأمان، والله يحفظ الشعب البصري. بشكل تهكمي يعلق أبو طارق. لدينا تعليق من هشام يقول: هذا واقع الحال، أحزاب وميليشيات وعصابات وسياسيين قذرين يحكمون العراق، ايش تترجى منهم؟ يصيرون ملائكة الرحمة؟ طيب، ننتقل معكم الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة.
يصطدم المواطن العراقي الذي ينتظر الحصة التموينية شهرا كاملا وربما 3 أشهر، يصطدم بجودة مفردات البطاقة التموينية الرديئة وانتشار الحشرات فيها وعدم ملائمتها للاستهلاك البشري، كما حصل مع مواطن من محافظة ذي قار حينما وجد الحشرات والقمل في مادة الطحين التي استلمها لهذا الشهر. لنشاهد. تفضلوا تابعوا يا أستاذ مدير المخازن محافظ ذي قار. تفضل. هذا شنو؟ طحين كمية. هذا طحين كمية مال يا شهر، مال السادس، شهر السادس اليوم 12/7/2023. هاك تفضل ذراع هذا بي قمرة وذراع، وشوف شنو بي هذا. يا ناس والله احتارينا. هذه المقاطع لا تقف عند هذا الحد، لا يزال المواطن العراقي الذي واجه أزمات متعددة في فترات مختلفة بين فكي الأزمات، إذ تعاني شريحة ليست بقليلة من أبناء هذا الشعب من الجوع والفقر والعوز في بلاد باتت ثرواتها ونفطها مطمعا للمحتلين، ليبقى المواطن يحلم بتوفير مواد غذائية أساسية في البطاقة التموينية التي هي من أبسط حقوقه. الآن نذهب إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، إذ وثق مواطن من مدينة الموصل أو مواطنون تحدثوا عن المعاناة التي لا يزالون يعانون منها من تبعات العملية العسكرية، ويشكون أيضا من رداءة مفردات البطاقة التموينية لا سيما مادة الأرز التي انتشر العفن فيها والتي لا تصلح للاستهلاك البشري. لنشاهد. يا شباب أخذوا وسكتم. ما شاء الله ما شاء الله. أدري هذا لا بقر ياكلوا، لا جحاش تاكلوا، لا من اللي ياكلوا هذا؟ ها؟ من اللي ياكلوا؟ قل لي بس من اللي ياكلوا؟ نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. أبو عمار يقول: ليش بس التمان الطحين؟ هي وجبتين مكملة ومدودة مقملة عفوا وجبتين مقملة ومدودة. عاشت الحكومة الموقرة، ونشكر وزارة التجارة على سعيها لتدمير الشعب. طيب محمد يقول: ما يفيد، شنسوي بي؟ لا ينوكل ولا ينطبخ، هذا وراء بلوة تطلع بعدين. طيب نوفل يقول: تمن فاخر درجة أولى للحيوانات، بعد شن نريد؟ عاشت الحكومة الرشيدة اللي باعت الكيلو ب300. طيب أحمد يقول: والله معفن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب من معنا؟ سيد عبد الرزاق من بابل معنا، أول المشاركين معنا في هذه الحلقة. تفضل سيد عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ حمد، بالنسبة للنزاعات العشائرية، نعم، هذا دليل على غياب القانون. عندما بلد ما يكون بقانون يحكم، فتكون هاي الفوضى وهاي النتائج مالتها وهاي السلبيات. نعم. لكنه شلون احنا نتخلص من الوضع هذا يا استاذ محمد؟ نتخلص من هذا عندما نتخلص من سطوه وسلطه العشيره. يا اخي احنا عندنا قانون نحتكم اليه، ماكو داعي لهذا القانون العشائري اللي احنا جاي نعطي نعطيه قيمه، وهذه يا اخي ما يصير هيك. احنا يمتى ما نحتكم للقانون العراقي وذيك الساعة يستقر البلد يصير أمان، أما القانون اللي البلد
يصدر منه والقانون العشائري يعني هسه اكثر شيء استاذ محمد الناس قامت سيد عبد الرزاق لو كان اكو هناك دوله قويه ولو كان اكو هناك قانون قوي يطبق على الجميع هل كنا لنرى عشائر تطلع تحمل سلاح وتتقاتل فيما بينها او ميليشيات تحمل السلاح وتهدد حياه الناس منو يتحمل مسؤوليه برايك؟ شوف استاذ محمد احنا كنا بزمن النظام السابق اتحدى واحد يرمي طلقه يعني هذا دليل شنو يا استاذ محمد؟ الناس مو احرار الناس عبيد والعبيد ما ينقاد الا بالخوف والرعب فشفت انا واحد من الناس يعني الصراحه اقول ليش هذا التضييق على حريه الفرد؟ هاي النتيجة يعني أكثر الناس أغلب الناس ما نقول إحنا العموم أغلب الناس ما يعرف شلون يستخدم الحرية يعني من كان النظام السابق خانكهم وما يسمح النظام السابق كان محق لأنه يعرف أكو عندنا سلبيات يعني وعندنا ناس أصلا ما عندها بعد إنساني ولا عندها وازع إنساني اللي يردعها ولا عندها وازع أخلاقي يعني هسه تشوف يعني بعيدا عن ما تفضلت به فيما يتعلق بالنظام السابق اصلا فكره حمل السلاح في كل دول العالم هي مجرمه وفق القانون لانه حمل السلاح به شروط معينه اولا أكيد يكون برخص أكيد يكون مرخص ويكون بحالات معينه هناك اسلحه تستخدم للصيد فقط في مواضع معينه في أماكن معينة ضمن نطاق معين وهناك ما يستخدم في سبيل الدفاع عن النفس أصحاب الشركات الصيرفة وغيرهم يحق لهم حمل السلاح المرخص في سبيل الحمل لكن إحنا الوضع بالعراق إحنا موضوعنا مختلف إحنا اليوم صارت هواية أستاذ محمد تسيب تكون السلاح أكو جهات أمنية هي اللي تمتلك السلاح هذا القصد مالتي فمن كان يحرم حتى يسود الامن الامان هذا كان فكره النظام السابق اما اليوم الحريه منسلته واللي سوء استخدام الحريه هاي النتيجه مالتها طيب وين 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 القانون وين وين القانون اللي هو المفروض يطبق بتصنيف جريمه حمل السلاح او الدقات العشائريه بالارهاب انها موصوفه الان بالإرهابية هذه العمليات التي تتم أو النزاعات المسلحة اللي تصير بين العشائر مصنفة إرهابيا بحسب مجلس القضاء الأعلى وبحسب الحكومة اللي صرحت حكومة السوداني التطبيق وينه؟ هم طبقوا لكنه القانون على القانون يا أستاذ محمد هم أحزاب فيطبقوا على جهات معينة وجهات ما يطبقوا عليها وإلا يعني انت من صدرت قانون وحسبت الدقه العشائريه نوع من انواع الارهاب نعم فاحنا صراحه فرحنا بهذا الشيء لكنه اللي يقود البلد يا استاذ محمد هم الميليشيات والاحزاب فما يتوقعوا على نفسهم فلذلك تشوف البلد تايه وسايد بيد الميليشيات بيد الاحزاب بيد العشائر صحيح. اللي جاي تصارع على طيب. على مو على مود ما مصالحها وعلى سرقه اموال العراق وثروات العراق وما جاي يصرعون على مود شنو يا استاذ محمد؟ على البور صدقني هاي الصراعات اللي بيناتهم على مود منافس على مود صواريخ على مود سرقه يعني مثل ما تقول ايه القران يخربون بيوتهم بايديهم فدول بقول البلد يا استاذ محمد سواء انا اشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل هذه العشائر أو بعض العشائر الموجودة في العراق التي تحمل السلاح والتي تدعي الحفاظ على العرض والمال والأرض وتقاتل في سبيل حماية حقوقها أين أنتم من حقوق العراقيين؟ أليست هي العشائر المفروض هي عماد هذا المجتمع التي يلجأ إليها المواطن العراقي ولطالما لجأ إليها عبر التاريخ عندما تحدث أزمات معينة في البلد تعجز الحكومة أو ربما تتواطأ حتى ضد المواطن وبالتالي يلجأ إلى العشيرة التي تحمل صفات حميدة في سبيل أن تتكاتف فيما بينها وتحمي المواطن وتحمي البلد بشكل عام أين هذه الخصال أو الصفات الموجودة لدى المفروض الموجودة لدى العشائر العراقية لماذا الآن نرى هذه الفوضوية ولماذا نرى قانون الغاب هو السائد اليوم بالعراق أي واحد عنده مشكلة لا يلجأ إلى القانون
يذهب للبحث عن عشيرة، إن كانت لديه عشيرة ستحميه، وإن لم يكن لديه عشيرة الآن في العراق هناك جديدا تم استحداث هذا القانون، يذهب للانتساب إلى أي عشيرة أخرى، يدفع الثمن ويسجل بالورقة والقلم ويرضخ للشروط التي تفرض هذه العشيرة ويصبح منتسبا لها في سبيل الحصول على الحماية. دعونا ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، إلى أزمة شحة المياه ونقصها وانعدامها في مناطق كثيرة من العراق. يشكو أهالي عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد من شحن بمياه الشرب تفاقم خلال الأيام الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، ووسط المناشدات بإيجاد حلول للأزمة التي قد تتسع لتشمل أحياء سكنية أخرى، حددت الجهات المسؤولة الخلل إلا أنها لم تكشف وضعها لأي حلول. ومنذ بداية فصل الصيف الحالي بدأت بعض مناطق العاصمة لا سيما جانب الرصافة وأطرافها في منطقة العظمية بشكل أخص تشكو من شح المياه لساعات عدة في اليوم، وتفاقمت هذه الأزمة خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي دفعهم للاعتماد على السيارات الحوضية والصهاريج في تزويد منازلهم بالمياه في مشهد كان من النادر أن نراه في العاصمة بغداد. لنشاهد. 2023 منطقة العظمية يجيبون تناكر مي، يجرون العالم تناكر مي على مود شنو يجيبون مي، يقولون علينا احنا بلاد الرافدين دجلة والفرات والسدود محلة 318 والزقاق 11 ما عندهم مي، الناس خطية. هنشوف الناس ايش تحكي ايش تسولف، بدنا نشوف بلكي الله يسلم ان شاء الله. هذول ما عندهم مي، هذا الشارع صورة كله ما عندهم مي. من سالفة المي عندكم؟ السلام عليكم، احنا المي عندنا مقطوع من العيد لغاية الآن. يا محلة؟ محلة 318. تمام. زقاق؟ زقاق 11. تمام. لا مي لا صبح لا ظهر لا عصر، ودرجة الحرارة 55 تصير. تمام. وعوائل وتقريبا بال 30 بيت. راجعتوا؟ راجعنا لكل دوائر الدولة، صعدنا شكاوي وكل شيء ماكو. تمام. يقولون ماكو مشكلة، وهاي سعدنا هنا القيصرية ما يجي بيها، كل شيء ما يجي بيها. الشارع كله ما بيه مي؟ كله ما بيه. هسه طب جوا شوف الصندات، طب جوا. هسه هنشوف. طب جوا والله انا عانيت، هاي صار جيت من المحمودية اول بارحة لحد الآن ماكو مي. زين؟ ماكو مي. ماكو مي. أبد. كهرباء هسه كهرباء. سفتين من الكهرباء ماكو المي، شنو الموضوع؟ ما ادري والله المي، ما ادري شنو الموضوع، ما تم ما عندكم مي. ما حد يعرف الموضوع، ناس تقول هاي عالية، ناس تقول منا من قريعات. هاي باع الصندات. وهذا البوري، تعال هم افتح لك اياه، عن البوري. هاي البوري. هاي ماكو؟ هاي البوري كلها ما بيها. ماكو والله فتحة؟ طيب نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. يضطر العديد من سكان الأحياء السكنية خاصة الواقعة على جانب الرصافة من بغداد إلى السهر خلال أوقات الليل للحصول على فرصة لملء خزانات مياه منازلهم عبر مكائن سحب المياه الكهربائية. ومع تفاقم أزمة مياه الشرب في العديد من المناطق المحافظات العراقية التي تزداد مع تصاعد درجات الحرارة، تعتمد إدارات المحافظات على السيارات الحوضية لإيصال المياه إلى الأهالي الذين يؤكدون أنها لا تلبي احتياجاتهم وسط دعوات لإيجاد حلول طويلة الأمد. ويشكو أهالي عدد من أغلب مناطق العراق ومنها العاصمة بغداد من شحن بمياه الشرب تفاقم خلال السنتين الأخيرتين وخاصة في موسم الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة. منطقة القريعات هي واحدة من هذه المناطق التي تشكو من أزمة المياه، والتي باتت لقطات إيصال المياه بالحوضيات وصهاريج المياه مشهدا مألوفا فيها. دعونا نشاهد. القريعات بس شفت شيء هسه دماغي يمكن عاطل، كذبة نيسان مو بنيسان هلا بتموز، يعني ما صار بالعالم كله تنكر ما المي ضاوع يوزع مي على العوائل، معقولة يعني؟ احنا ببغداد عمي، احنا ببغداد وبغداد. شو بدك تهنا؟ تعال 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 تعال. تي تسوي؟ ها؟ تسوي؟ بشغل المطار. على الوش. ها؟ على الوش توزع. العالم بيوزع. لا بشرفك. والله. وهذا صغير تعال 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 تعال. هذا صغير شيل مي. تعال شيل شنو هاي؟ مي. شيل معكم مي بالبيت؟ ما عندنا. تفضل يا غاتي. يعني العراق 23
وتنكر من المي ليوزع على شغل المطار. اي والله يعني الصعد باي شغله شغله المطار مو دوس يا بدوس ما هو عيني. الله الله يا عراق احنا بلقعات عمي. طيب نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشان هذه المقاطع. احمد يقول ابسط حقوقنا ماكو مع الاسف، يراد ثوره تقلع شكو سافل اجا على ظهر الدبابه. تعليق من احمد الذهبي يقول اذا انتم على نهر دجله وما عندكم مي الله يساعد المناطق البعيده. ابو احمد يقول بركات العراق صارت بالتناكر، يمكن بعد كم سنه يعيش العراق بدون مي عن نفط. تعليق من نعيم الساعد يقول مبارك وين الحكومه؟ لا كهرباء ولا ماء، الى متى؟ مشاهدينا نستمع لراي السيد ابو احمد من بريطانيا، تفضل يا ابو احمد. استاذ محمد عزيزي حياك الله، اهلا وسهلا. استاذ محمد 20 سنه وقبلها الجماعه ولو تسمح لي شويه الشيعه يصيحون ماكو ولي الا علي وريت قائد جعفري. يا ابو مو جاكم القائد جعفري سواكم في 20 سنه ما تراجعون نفسكم؟ راح ترجعوني راح يرجعوني بسبات. طبعا انا شيعي ولا ما امر بهاي المسميات حتى يخاف واحد يقول لك يعني قناتكم طائفيه. يا ريت نتجنب حتى لحد حتى يقول لكم قناتكم طائفيه، يعني خاف واحد يقول قناتكم طائفيه. لا مو طائفيه قناتكم، قناتكم وطنيه وقناه حره. المهم فانت صاير هسه راح تجي عاشور وصفر وراح يلامون لهم سبات محترم 60 يوم يلطمون وياكلون تمن وقيمه ويتوفر المي بشكل ما تدري منين وتتوفر الخيارات ما تدري الخيارات ما تدري من شكل مين. زين انت ما تقول هاي الحكومه اللي صار لها 20 سنه تضحك عليك. كل سنه الكهرباء من سيء الى أسوأ وكل سنه باي مطر تغرق المناطق. بس يا ابو احمد يعني يعني ربما ردوا عليك بالانتخابات اللي فاتت استبقوا استبقوا هذا السؤال. لا لا بس لحظة، اللي نعم. شاركوا بالانتخابات بحسب تصريحات المسؤولين الموجودين بالحكومة قالوا انه ما تجاوزت النسبة 15%، إذا 85% نعم. من القادرين على التصويت ومن الشعب العراقي يرفضون هذه الحكومة. نعم. إذا هم سنة شيعة نعم. مسيحيين أكراد نعم. كل الطوائف. نعم نعم لا 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 مو احنا لا 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 خلينا نكون واقعيين استاذ محمد ولا تزعل من كلامي. انا هذا كلامي انا لا لا انا شوف سيد ابو احمد انا مو على مود تتحمله وما تتحمله، لكن فعلا اليوم اكو نقمه وغضب شعبي من الاوساط الشيعيه الموجوده في محافظات أحسن وسط وجنوب أحسن العراق أحسن للطبقه أحسن السياسيه ما رايديهم، لكن السلاح هو اللي دا يفرض كلمته. استاذ محمد ولو انا ما اطيق خاف احتمالك واحد غيري، تدري انت اول بارحه فضيحه كبيره صارت بالنجف ما حد يحكي بيها. عصائب اهل الحق حطوا ايديهم على قاع كبيره جدا بالجزيره ويا ويلو سواد قليل فك حلقه. نعم ليش؟ والله ياخذون الاجر مالتهم على اشتراكهم بتحرير الموصل وما تحرير الموصل. شنو الخرط هذا؟ السلاح لازم ينحصر بيد الدوله فقط، جيش شرطه امن، عدا ذلك ممنوع. شنو عشائر؟ العشائر دورهم وقتي بالانتخابات يشلبون بيهم دول المسؤولين على مود يحصلون من وراهم اصوات وراها يقضوها بوس عمك بوس خالك وشلونك وسلام عليكم. فاحنا من نحكي احنا ترى فعلا النقمه الكبرى على دول، لان دول كانوا يدعون انه صدام حسين كان ظالم الشعب. لا والله انتم هسه ظالمين الشعب، انتم هسه مدمرين الشعب، انتم هاي الجنوب والوسط راح يصير قندهار فوضى وهوسه حفريات ومجاري. فانتم لازم ثوره الحسين اللي تدعون انه ثوره الحق ضد الباطل هاي الستين يوم لازم تبينون بشعاراتكم بخطاباتكم بشغلاتكم انه ترى احنا بعد مريتكم كافي انتخاب مجالس المحافظات. فالورقه هي فقط للاحزاب مو للشعب. لا. لانه حلقه زايده للصرف ليس الا. انا ما دفعي وانا مسرور بالحديث وياكم استاذ. شكرا جزيلا سيد ابو احمد، حياك الله اهلا وسهلا بك، كنت معنا من بريطانيا. نستمع للسيد ابو احمد من الموصل، تفضل يا ابو احمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك ان شاء الله صحتك؟ حياك الله ابو احمد كل الهلا، تفضل. الله يبارك فيك، والله يا اخي على مثال الموضوع اللي هاي مال الماي والبهدلة هاي يعني تبعنا علينا يعني. يا اخي الى وين يعني يودون هذول الى وين؟ شنو معناته؟ والله اخي جريمة جريمة يعني. شوف وضع بالله عليك ماي ماكو. نعم. يعني وين حيوان صاير هاي؟ ليش ما يدورون على حلول من اجل معالجة هذا الموضوع؟ اخي ما يفكرون بالشعب، لو يفكرون بالشعب ما يفكرون الحل هذا، هاي كل يفكر بنفسه هو شبعان مرتاح وعائلته ما يفكر بالشعب، خليه.
ينهجم كل من هاي بعد تعب بعد ينتج نفط نفط خام وعلى مود غاز مال كهرباء والله عليك هاي 20 سنة من هذه الأحزاب اللي اليوم مدوخ العراقيين ومصدع رؤوسهم بالقنوات مالتهم إنه إحنا قدمنا المنجزات، أنقذناكم من صدام حسين، ووفرنا لكم فلوس والدولار صار عندكم بيدكم، طيب وباقي الخدمات؟ طيب صار عندنا دولار بسبب النفط، والمستشفيات والتعليم والمي والكهرباء، ذني وين؟ على رأسي، أخي والله أنا قبل 3 أيام رحت المستشفيات الموسم. نعم. نعم. قبل 3 أيام عندي مريض والله العظيم عندي نفراس. صوندي يا اخي صوندي ما المغذي معاكم مستشفى شكبر وش عرضه مالي يعني اكثر شيء مثال مستشفيات هاي يعني وانا اكو شيء مريض مريض يعني يموت يعاني بهذا الحار والله 3 ساعات انا ادور ما خلت مكان على جسم اثنين اريد اسالك ابو احمد هسه ذكرت لانه عرضنا قبل شويه مقطع عن مدينه الموصل احد المواطنين دا يكشف مصور الفيديو للمفردات البطاقة التموينية ودا يعرض مادة الأرز معفن ولا يصلح للاستهلاك لا. البشري هاي المعلومة صحيحة تقدر تأكدها لو تنفيها والله يا رجل قبل ساعة احنا بعد الموضوع قبل ساعة جبت الوجه من الوكيل التمر معفن في ريحة منشر والله العظيم نعم صدق بالله العظيم منشر يعني سنطيب من الحيوان للدجاج أنا أشكرك سيد أبو أحمد من الموصل تأكيد أيضا مشاهدينا الكرام لما استمعتم إليه من قبل مواطنين عراقيين ظهروا في مقاطع تداولناها وهي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي المتصلون المشاركون معنا في هذه الحلقة يؤكدون هذه المعلومات يؤكدون كل ما يعرض في المقاطع طبعا مدينة الموصل أيضا هي واحدة من المدن التي تعاني أولا بسبب العمليات العسكرية والدمار اللي صار بيها وبسبب نفوذ الميليشيات وسطوتها والمكاتب الاقتصادية اللي انتشرت ولا مي ولا كهرباء ولا بطاقة تموينية فيها مواد تصلح للاستهلاك البشري طيب وهي يسموها تحرير طبعا حرروها وانقذوها من داعش طيب ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام إلى الملف الرابع في هذه الحلقة حيث نكشف فيه زيف الدعاءات محافظ النجف وهيئة الإعمار فيها وحملاتهم المزعومة لإعادة بناء المدينة وعلى لسان أبناء هذه المدينة نفسهم مليار دينار رقم كبير جدا على تعبيد شارع لكن هذا ما حدث فعلا في ناحية العباسية بمحافظة النجف حيث وثق الناشط أبو زين العابدين الحسناوي الحالة المزرية للشارع بعد قرابة شهر واحد فقط على تعبيده وتساءل الناشط عن السبب الرئيس وراء إحالة تعبيد الشوارع والمشاريع لشركات غير رصينة مع غياب الرقابة عنها لنشاهد أنا مزارع كل إنسان واختصاصه يصير المزارع يشرع رحايا يصير طبيب أسنان يصير المزارع يصير محامي يترافع أمام القاضي عن متهم هذا كل واحد اختصاصه مثل ما اعطيته الكبابتشي مو يساعد كل واحد ومهنته وعمله اعطيته ب20 مليار طريق البحداري والان طريق البحداري راح يقلعوه ومو المقاول اللي يتحمله لا اللي يتحمله الدوله العراقيه 20 مليار مثل ما اعطيته الحلاق هذا الطريق طريق ناحية العباسية أهم طريق في ناحية العباسية اللي 33 مليار من الغذاء ناحية العباسية معظمة تبليط ومشاريع ناحية العباسية شوفوا هذا صار له شهر شوفوا شلون تروض شوفوا الكارثة شوف هذا كله هاي المجاملات مال هيئة الإعمار والسيد المحافظ المشخاب المناذرة حي الجمعية حي الميلاد كلها تفلشت خو مصيبة حي الميلاد وحي الجمعية اللي صارفين عليها أكثر من 50 مليار كارثة طبعا تصحيح مشاهدين الكرام للمعلومة التي ذكرت قبل عرض المقطع مبلغ تعبيد هذا الشارع هو 33 مليار دينار عراقي نبقى في محافظة النجف وننتقل إلى مقطع آخر حيث وثق ناشط آخر من المدينة من المحافظة الحالة المزري لتعبيد أحد الشوارع بعد أيام على إنجازه بكلفة 100 مليون دينار عراقي
بعد أن مرت عليه سيارة حمل، إذ يفترض أن يكون الطريق مهيئا لتحمل الأوزان الثقيلة وفقا للضوابط والمواصفات. لنشاهد. خلي نشوف لقاء ثورة الأعمار بالنجف. بعض اللوقية والمنافقين يتهموننا بأن احنا ضد ثورة الأعمار. يا بهاي ثورة الأعمار اللي جاي نقول لكم، هاي ثورة أعمار وهمية. هذا الطريق كلف 100 مليون. يا بتبليغكم سيء ورديء، والشركات جاي تتحايل وتنهب أموالنا. لا، أنت ضد ثورة الأعمار. يا بالقائم مقام، وضعكم وأموالنا جاي تروح بالشط. هاي السيارة هسه عبرتك بارك، واحنا حاطين خراميش. خلي نشوف غير محافظ. هذا تبليغكم. ايوه قالوا بس في عمل، هذا عمل. احنا هسه 60 طن اخر ماشي. ننذر ننذر. وين ابو الحمار؟ وتالي وياكم. تردوننا نطلع مظاهرات ونسد الشارع؟ احنا جاهزين. نريد نبين لكم بان المجتمع قام يعرف كل شيء، وهذا الشارع امامك. تقرب لنا. كوب. انا قاعد اضحك. احنا لمسحاك عدنا على قولة عمي. اي زهاد والله اليوم عدنا. ويا هدمه هدمه. الحمد لله الواقفين مندسين وجوكريه. لنتابع التعليقات الان مشاهدينا الكرام التي وردت بشان هذه المقاطع. حسن الحاج يقول: المحافظ ملتهي يدور وراء الامور الرسميه لتخدم المواطن، هو وبعض النواب، نواب النجف الفاسدين. أكرم يقول: الفحص المختبر في العمل من جو العباية، لازم الشركة المنفذة تتحمل العواقب. طيب حسين ناجي يقول: يا ربي شنو هاي الكوارث، معقولة ماكو موظف حكومي شريف ونزيه من أصحاب القرار؟ الله أكبر. ومحمد يقول: اللي يصير بالنجف هي كارثة يشترك بها المحافظ وكل مسؤول. مشاهدينا الكرام، هذه كانت بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم ما لدينا في حلقتنا لهذا اليوم. طبعا عندنا رسالة من أحد المشاركين، السيد أبو مالك من أمريكا، يقول: أستاذ محمد، تحية لك ولجميع كادر قناة الرافدين المجاهدة. أي مسؤول في الدولة سواء كان سياسي أو مستقل في كل أنحاء العالم وليس فقط في العراق، عندما يسرق ثروة بلده ويكون ولاء لغير بلده فهو فاقد الشرف. يا ترى في العراق كم مسؤول في الحكومات المتعاقبة من سنة 2003 ولغاية الآن حكومة السوداني فاقدة للشرف؟ لأن الشعب العراقي هو أمانة برقبة المسؤول في الدولة، وعندما المسؤول يسرق قوت شعبه ويكون ولاء لغير العراق فهو بلا شرف، وأنا مسؤول عما أقول. وشكرا. شكرا سيد أبو مالك من أمريكا. عندنا اتصال السيد أحمد من ألمانيا، تفضل حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخي الكريم، أظن أنه حديثكم على المشاريع المتلكية في المحافظات العراقية بصورة عامة وفي النجف بصورة خاصة، هذا كان واحد من مواضيع كثيرة طرحناها في حلقتنا. نعم، حبيت أمر على هذا الموضوع، بس أريد أقول لا، الحمد لله رب العالمين، في النجف هناك مشروع عملاق والحمد لله مبارك من قبل المرجعية ومبارك من قبل السياسيين، ويطور
والحمد لله يعني وصل ألا وهو المصرية وهو مقبرة ألا وهو مقبرة النجف يا أخي. إحنا في بلد لأن نبني مقابر. إحنا يعني ما شاء الله القادة السياسيين الموجودين هم عبارة عن قادة تفليش، والدليل على ذلك أنه شفت أنه إرث حضاري وتاريخي في البصرة وهو جامع السراج، شفت أنه يعني فلشوه بأسلوب مستهجن جدا، كأن والله أنا أقسم بالذي لا إله إلا هو، لو كان هذا المسجد لو كان ملها يديره عمار الحكيم أو قيس الخزعلي لما يجرؤ أحد أن يشير له بالبنان. مع الأسف يعني حرمة لمساجد ودور الله ماكو والملاهي موجودة، هاي واحد. اثنين، هذه السياسة لا تطبق فقط في العراق، هذه السياسة مع الأسف الآن تطبق في سوريا، وأكيد جنابك سمعت بأنه اليوم حريق كبير في حي تاريخي في دمشق أزال التراث العثماني وأزال تراث الأمويين وأزال الأنساب في دمشق. هذه لمصلحة من؟ لمصلحة الجار الأرجنتي. هذا واحد. الشيء الآخر أخي، في العراق لا توجد دولة الحقيقة، في العراق موجودة مجموعة من اللصوص همهم الأول والأخير تمييع الدولة وجعل العراق منطقة فراغ سياسي لتسهيل إلحاقها بالجار الأرجنتين على المدى الطويل. النفس الإيراني معروف بطوله وبخباثته وبأسلوبه المتقن في العمل، معروف بأنه لا يستفزون بسرعة، معروف أنهم لا يعطون مستمسك للأغيار لكي يتسلطوا عليهم، ولكن مع الأسف إحنا مثل بطل البيبسي، مع الأسف لا يوجد لدينا سياسي. تغيرت يعني الرؤية الاجتماعية للفرد، اللي ما يبوق تغيرت القيم عندنا، اللي ما يبوق نقول عليه كمش، واللي يبوق نقول عليه سبع. المشكلة الأخ الآن يسأل قبل شوية هذا الأخ من أمريكا ده يقول بأنه لا يوجد شريف بالإدارات المتعاقبة على العراق. يا أخو هم دارين الأفضل، هم يعني على 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 عينك يا مشتري، يقول لك بأنه ماكو شريف لا من مرجعية ولا من سياسيين ولا من أحزاب سياسية كردية وسنية وشيعية مسلمة ومسيحية، كل الموجودين هم عبارة عن عصابات متسلطة على الشعب العراقي تسرق قوته. المشكلة ليس في من يسرق، المشكلة في من يطبل لمن يسرق، المشكلة في من يتخذهم خطوط حمر. أخي احنا اذا نريد نغير علينا انه نغير التفكير الجمعي للمجتمع، علينا انه نوعي بانه انا اذا جنابك عايش انت ملك واني عايش بالحضيض، شنو اللي مستفاده انا؟ علينا انه نفكر توفير حياة حرة كريمة لمجتمع عراقي. وطبعا هاي النصيحة كامل. وهذه الرسالة توجه الى الشعب ولا توجه الى هؤلاء؟ اكيد للشعب اخي. اخي الكريم، أنا أحمد خليل إذا أكون مسؤول وإذا أكون بوقي مقدس، إذا كل ما أبوك أكثر الناس قدسني أكثر أكيد أبوك، ماكو واحد يكره المال. المشكلة أنه يجب تغيير فكر، يجب أن نوعي الشعب بأنه أخي عليك أن تفكر تعيش وتخلي غيرك يعيش، تعيش بأسلوب مستقيم مو بأسلوب السرقات. نعم أخي. أشكرك سيد أحمد من ألمانيا. ويانا السيد أبو زينب من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي هاي وصلت مرحلة يعني ما كنت حتى مرحلة دور النقل تحدثها. يعني 20 سنة الآن الشعب سطح الفكرة وما عرف شيري، ما عرف دور من جاي وشيردون. 20 سنة خلفوه، 20 سنة ضيعوا على الفرق التقدم والتطور، أصبحنا عصوكة الحولة. يعني يومية جايك جاينا واحد يتلي وزير لا علم ولا فهم، المواطنة صار لهم 10 أشهر يحشون لها قضيات وقرة المواطنة وصادق عليها رئيس الجمهورية ونصرار بالجريدة الرسمية وخلص عيد الأضحى ما عندكم عاشوا لحد ما منطقين ولا فقرة واحدة. هسه بعيدا أبو زينب بعيدا عن المشاريع والشغل وكل شيء، طيب هم غير لما يبدأون على أرضية صحيحة، ليش محاسبوا الفاسدين الموجودين اللي حكموا العراق من وزراء ونواب ورؤساء حكومات تعاقبوا بعد 2003 على إخفاقاتهم وفشلهم وفسادهم اللي أوصل للعراق اليوم عطش ولا كهرباء ولا قطاع صحي ولا تعليم والملف طويل؟ طيب هو شلون يريد يبني أبو حكومة الخدمات؟ يبني على الأنقاض؟ غير المفروض ينظف قبل لا يبني؟ أقول لك خويه،
إذا هم جابتوا إيران حتى تدمر العراق وهم صنيعة إيران. نعم. أنت جانب زين المنصب رئيس الجمهورية منصب اعتباري تفتيح وقصب رئيس الوزراء منصب سيادي يعني هاي وين صار يا دولة؟ أقواس هو رئيس وزراء ثانيا إقبال المرشد الأعلى بإيران إلى قنا سوي شيء يقصد الشعب العراقي يعني شلون تجيب لي دولة؟ نعم زين هي ما معروفة الأسباب والمسببات بعدين الدعوة من عندهم هذا الكلام حقيقة اللي أو هذه التساؤلات اللي نطرحها أو هذا النقاش اللي يدور بيناتنا حتى يوصل لعل وعسى الفكرة توصل أو الرسالة توصل إلى من يعتقد أن هذه الأحزاب ممكن أن تنجب الوطن الشريف اللي يقدر يحكم العراق ويقدر ينظفه ويقدر يبنيه. يعني ما أعرف أني أكون للأسف بعدك عقول لغاية الآن في العراق تعتقد أن هذه الأحزاب اللي باقت وسرقت وقتلت ونهبت ودمرت البلد ممكن يطلع منهم الشريف الوطني اللي يقدر يحكم بنزاهة واستقلال. هو بس واحد حزب واحد بسم الله الرحمن المستقل فقط الحزب الشيوعي العراقي وحيدا لهم يقتل ما يسرق لكن هم ما يخلوه طيب اللي تقريبا إسرائيل ما يخلوه تركيا والخليج الصهيوني ما يخلوه هم جاهلين ما يجابهم على موت يدمرون البلد. طيب أنا أشكرك نعم وأكتفي وياك سيد أبو زينب ننجف بهذا القدر طبعا أعتذر منك لأن الوقت ضيق. ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة أنت ترى، هذه خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، بإمكانكم الاستعانة بهواتفكم النقالة وتوثيق ما ترونه حالة تستحق النشر من أحداث تدور في العراق وإرسالها عبر الأرقام المخصصة لهذه الخدمة. طبعا جاءنا هذا المقطع من قضاء المسيب في محافظة بابل، أبناء قضاء المسيب تظاهروا مرة أخرى للمطالبة بتوفير الكهرباء أمام دائرة توزيع الكهرباء في الناحية بعد الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي وردنا من بابل ثم نعود. سنة هاي الربابة كل سنة يا رئيس وزراء يجي يسوي الهور مرق وزور خواشيك إن 14 من شهر السادس الشهر العاشر أكو دولة بالعالم 14 ما تقدر توفر كهرباء. الشعب قبل بالساعتين بالساعتين هسه ساعتين بالساعتين وينها؟ احنا هسه كشعب هذا الناس اللي طالعه متبطره احنا عايشين بروسيا مثلا ودرجه الحراره 20 احنا اليوم طالعين متبطرين على مود الكهرباء لو ببيوتنا كهرباء وجايين عايفين اهلنا وعيالنا وجهالنا على شنو؟ هسه يا غبي هم الرهيم طالب مطالب يعني ما معقول الكهرباء شنو تعرف؟ شنو 8 ساعات تطلع 5 ساعات تطلع؟ ماكو شيء احنا البارحه طالعين بالسفر اليوم طالعين بالمساء اكو باكر نطلع بالميثاق يعني احنا ما عندنا شغل وعمل يعني شلون هاي معضله الكهرباء تورطنا احنا بايران وامريكا استحوذت على البلد وعلى هاي حيراته والله عم جريمه والله العظيم. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. عد مدونون توقيع محمد الشيع السوداني عقد الغاز مقابل النفط مع إيران مؤخرا عدوه حلا ترقيعيا لأزمة الكهرباء وهروبا من واقع الفساد في ملف الكهرباء الوطنية الذي أنفق عليها مليارات الدولارات دون وجه أو دون وجود أي نتائج ملموسة. واستهجن قطاع واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجوء حكومة الإطار التنسيقي لهذا الاتفاق ورهنها لثروات العراق النفطية لصالح إيران مقابل الحصول على الغاز الإيراني بدلا من استثمار الغاز المصاحب العراقي لاستخراج النفط الذي يحرق منذ عقدين دون استفادة. وعبر مدونون عن سخريتهم من خلال مطالبتهم بتصدير من وصفوهم بالذيول بدلا من النفط في إشارة إلى المقربين من إيران من الأحزاب الولائية وميليشياتها مقابل الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية. هناك وسم تفاعل معه العراقيون في موقع تويتر وهو الذيل مقابل الدولار. دعونا نتابع بعض التغريدات. هان تقول الصين تطلب سريلانكا أكثر من 7 مليارات دولار. سريلانكا أبلغت الصين أنها ممكن أن تسدد الدين للصين عن طريق تصدير القروض، يعني القروض بدلا من الدولار. طيب شنو رأيكم لو نسدد فلوس الغاز الإيراني عن طريق تصدير الذيول الموجودة بالعراق لإيران وبهاي الحالة كل الأطراف تربح؟ أعتقد إيران حتخسر. صقر يقول
قطعت إيران الغاز حتى تصل إلى هذه النتيجة وهي تصدير نفط مقابل الغاز. الآن سيبدأ التهريب على قدم وساق، ولا أحد يعرف الكميات المهربة، ومن ينطق يتهمونه بمحاولة تدمير الدولة المثالية، أساليب لصوصية قذرة. باسل يقول: بكل الطرق يسرقون ثروات العراق ويقدمونها قرابين إلى آلهتهم المجوسية ورهبرهم الشيطان. ولينا تقول: مراسم توقيع اتفاق مقايضة الغاز المصاحب الإيراني بالنفط الخام العراقي، كل هاي الكلاوات اللي سووها باشتراك الحكومة الإطارية الإيرانية، بس حتى إيران تبوق النفط الخام علني وبعدها تستخرج الغاز من نفطنا وترجع تبيعه لنا بأضعاف الأضعاف، والعراقيين ولا يهمهم. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.